حركة تمرد هي منفتحة إلى جميع القوى. تبين بالملموس أن ما وقع بالمغرب هو مجرد التفاف على حقوق ومطالب الشعب المغربي. والتعاطي الإعلامي ديال سواء الوطني أو الدولي كيبين بشكل كبير بأن المغاربة متعطشين بشكل كبير للحرية. لي كامل يقين أن حركة تمرد أن الشعب المغربي غادي يقول كلمته نهار 17 غش إلى الشارع من أجل إسقاط يعني حكومة عبد الإله بن كيران. الذي يحرك حركة تمرد المغرب في هرتونة واضح جدا هو المجتمع. عاش الشعب المغربي، عاشت حركة تمرد في هرتونة. عقدت حركة تمرد النسخة المغربية مؤتمرها الصحفي الأول صباح الأربعاء 17 يوليوز بالرباط بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية. كتجي في إطار إعلان الحركة عن أرضيتها التأسيسية والخطوات التي ستقوم بها في القادم بالأيام. الهدف الرئيسي كتجي حركة تمرد في السياق اللي كيعرفوا المحيط الدولي اليوم، وخصوصا في المغرب، بحيث انه اللي يعلم الجميع ان المغاربة صوتوا على دستور جديد على امل انه يلبي مطامحهم وانتظاراتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بعد التصويت على الدستور اتت حكومة يرأسها حزب العدالة والتنمية. هذا الحزب اللي على ما يبدو لأنه لحد الآن لم يستطع لا تأويل الدستور ولا تلبية انتظارات الشعب من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، تيظهر على أنه ما عندوش برنامج، تيظهر على أنه أنتم كتشوفوا اليوم يعني تفكك الأغلبية الحكومية، عدم وضوح رؤى يعني سياسيا اقتصاديا، تعطيل الدستور إلى حد كبير. كل مرة يخرج رئيس الحكومة بمبررات وأسباب تعلق عليها ما نعتقده اليوم فشلوا في يعني تماشي مع الإرادة الشعبية، خصوصا اللي خرجت نهار 20 فبراير واللي كان الشباب المغربي بحماسة منقطعة النظير. الندوة التي حضرتها مختلف وسائل الإعلام الوطنية والدولية المكتوبة منها والسمعية والبصرية والإلكترونية بما فيها وسائل الإعلام الحكومية، يعني تحاول القضاء على هذه المكتسبات والتراجع بنا سنين إلى الوراء. أكيد أن حركة 20 فبراير عندما خرجت نادت بإسقاط الفساد والاستبداد، لكن لاحظنا أن حكومة بن كيران الآن عوضت الاستبداد باستبداد جديد وعوضت الفساد بفساد جديد، ونلاحظ أنه هناك مجموعة من التراجعات إن على المستوى السياسي وإن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. باختصار شديد، هذه التراجعات تتمثل أولا على المستوى السياسي. قلت أن هناك تكريس استبداد جديد وفساد جديد على المستوى السياسي ومحاولة فرض الرأي الواحد والفكر الوحيد. ابدا كانت هناك واحد مجموعه من الاسئله بطبيعه الحال اللي كطرح تساؤلات على النشطاء واطر حركه التمرد، اللي بطبيعه الحال غد تكون دفعه قويه انها يجدوا مجموعه من التصورات اللي يمكن طرح واللي كانت تكون بانها مختلفه مع التصور العام اللي كانت يامنوا به افراد ولا نشطاء الحركه بصفه ذاتيه، وبالتالي انهم مسموع الاعلاميين انهم يعني طرحوا اسئله المجتمع اللي هما كينتموا ليه بشكل كبير. وفي هذا السياق وعن السبب والهدف من بروز حركة تمرد إلى حيز الوجود، قال عدد من ناشطي الحركة في تصريحات لكازا نيوز: هو باعتبار النشط داخل يعني حركة تمرد قرطونة، يعني هذا يعني خططنا يعني للندوة الصحفية يعني من خلال مجموعة من اللقاءات بيناتنا كشباب، منه شباب ناشط داخل معلوماتي على مستوى صفحات الفيسبوك وتويتر، ومن شباب ناشط على مستوى الساحة حركة المعطلين ومناضلين داخل حركة 20 فبراير سابقا، ومجموعة من النشطاء داخل مجموعة من الهيئات التقدمية والديمقراطية والوطنية. التكهلات ديالكم او التوقعات ديالكم بخصوص اللي غادي تقوموا به نهار 17 اوت، واش غادي يلقى واحد الصدى واحد تجاوب من المواطنين؟
لكامل يقين ان حركه تمرد ان الشعب المغربي غادي يقول كلمته نهار 17 غشت لكامل يقين. وانا متاكد لان فعلا المواطن المغربي وصل لدرجه القهر. ليس ما كاين غير الزياده في الاسعار. ليس هناك شيء كل شيء في حاله انخفاض الا الاسعار. اكيد ان الازمه التي يمر منها الشعب المغربي خاصه على المستوى الاجتماعي ستكون دافع كبير لنزول الشعب المغربي الى الشوارع من اجل التنديد بسياسات هذه الحكومه والمطالبه باسقاطها لانها تأبى ان تستجيب لمطالبه. اكيد ان كذلك حتى الجانب النفسي والمتمثل في اسقاط حكم الاخوان في مصر سيكون كذلك له دور كبير من اجل نزول الشعب المغربي ونزول الفئات التي تؤمن بقيم الحداثه، التي تؤمن بقيم الديمقراطيه، الفئات التي يعني تمتلك الحس الوطني الى الشارع من اجل اسقاط يعني حكومه عبد الاله بن كيران. طبيعه الحال اسئله مشروعه، اسئله قدمت لها اجابات، وبطبيعه الحال نحن يعني هناك اجابات نسبيه، اجابات تتطور مع مرور الزمن، وكل المستجدات والاحداث القادمه مستعدون لتقديم الاجابات حولها، وهذا يعني بشكل عادي ومقبول. الذي يحرك حركة تمرد المغرب قهرتونا واضح جدا، هو المجتمع، هو الأزمات الاجتماعية التي يتخبط فيها المجتمع من بطالة، من قهر اجتماعي، مشاكل في الصحة، السكن، مشاكل ترتبط بالاقتصاد، مشاكل ترتبط باستمرار الاعتقال، سقوط مزيد من الشهداء، يعني مجموعة من القضايا اللي كتهم المجتمع. وبالتالي ما يمكنش وما كاينش القدرة عند شي حزب سياسي اللي يمكن يحرك هذه الحركة. وفي نهاية المطاف هي ديما تتعبر عن المجتمع، وأعتقد أن أي حركة لن تعبر عن المجتمع سوف يكون مصيرها الزوال. تزايد الاعتقال السياسي والالتفاف على المطالب الشعبية والجماهيرية وانسجاما مع الحس الوطني الرافض لهذه السياسات، تعتزم فعاليات تمرد المغرب فتح نقاش مجتمعي يجنب البلاد استمرار العبث عن طريق وضع حد لاستمرار التسلط والاستبداد وكل أشكال الفساد والانخراط في نضال سلمي هادف تنطلق معالمه ابتداء من 17 غش القادم.